السلام عليكم عشاق وعاشقات الدراجات النارية. اليوم الموضوع تاعنا هو ريزو موتو أو الطاكسي تاع ثلاثة الروايات، طاكسي موتو. وبالنسبة لهذا الموتور هذا اللي كان بيدخل المغرب طاكسي، وأن وزارة التجهيز والنقل ما وافقتش عليه. بالنسبة لهذا الموتور هذا كيهز ربعات البلايص والشيفور خمسة، يعني كيهز أكثر من طاكسي حمر. وبالنسبة لهذا طاكسي موتو كيتساق بيرمي ا، يعني بيرمي تاع موتور. وبالنسبة انه ايسانس، ولحد الساعة باقي ما وافقتش وزارة التجهيز والنقل انه يدخل المغرب. وبالنسبة لهذا الموتور هذا اللي فيه في السيلة 250 والسرعة تاعو كتصل 120 كيلومتر في الساعة. بالنسبة اخوتي هذا هو الموتور، هذا هو الشكل تاع موتور، يعني كما كتشوفوا يعني تاكسي موتور. وبالنسبة للشكل تاعو اللي هو جيد، وفي الفوق انه كاين فين تحط الباجاج وفين تحط شي توشيه. وبالنسبه للبلاصه فين تريح هي هادي، يعني نتايج ثلاثه البلايص كما كتشوفوا. هذا بسطه تحط رجليك، وما تنساش انك تخلى كومونتير واش انك موافق انه يدخل هذا الموتور للمغرب ولا لا، ولا ضد فكره انه يدخل الموتور للمغرب، يعني كانه تاكسي.